5 سنوات انقضت من حكم ماكرون لفرنسا، 5 سنوات عرفت فيها البلاد أزمات اقتصادية وصحية وعمالية لم تشهدها من قبل، من السترات الصفر إلى إضرابات قطاعات النقل والتعليم والصحة، فضلا عن أزمة كورونا والحروب في إفريقيا وأوروبا. الناقمون على الرئيس مثل جون باتيست يرون أنه لم ينجز أيا من وعوده للفرنسيين خلال عهدته الأولى. 5 سنوات دراماتيكية كارثية، قام بتكسير فرنسا حرفيا، يهتم بأوكرانيا ويترك كبار السن هنا بلا مأوى، لا أمن، لا مسكن، لا سياح، حول فرنسا إلى كارثة حقيقية. في المقابل هناك من يملك وجهة نظر مختلفة، فالرئيس سن برأي جورج قوانين عديدة لحماية البيئة والاقتصاد والصناعة، كان أوروبيا بامتياز، ها هو اليوم يبرهن على ذلك في الحرب على أوكرانيا. لديه الكثير من الشجاعة والمهنية، يملك أيديولوجيا خاصة في الحكم وإدارة البلاد لم يغيرها خلال السنوات الماضية، قد لا يملك البراغماتية لكنه واضح وتقدمي. بين هذين الرأيين هناك من يرى أن ماكرون بنى من حوله بطانة وثق بها رغم الفضائح التي طالتها، عين ريشار فيرون رئيسا للبرلمان رغم الاتهامات بقضايا فساد، وكذلك عين فرانسوا بيرو محافظا مكلفا بالتخطيط رغم اتهامه بوظائف وهمية، وأيضا عين جيرال دارمانا وزيرا للداخلية رغم قضايا الاغتصاب بحقه قبل أن تبرئهم المحاكم الفرنسية. قبل 5 سنوات أطلق ماكرون حملته بناء على استياء الفرنسيين من الأحزاب السياسية، لكنه خلال 5 سنوات في القصر عاد وسقط في فخ الحكم ومارس ما قام به أسلافه، حتى ذهب البعض إلى اعتبار بعض قراراته سلطوية واعتبار البرلمان مجرد غرفة لتمرير القوانين لا أكثر. محمد الحج العربي، باريس.